ما هي الوظيفة حول الحركة اليهودية في التاريخ؟ هنالك أمران. الأمر الأول التبشير الإسلامي، حركة الدعوة إلى الله تعالى. بحر العلوم له حوار مذكور بكامله، علماء اليهود جاءوا وبحثوا مع بحر العلوم، كان في العراق في ذلك الوقت كما ذكروا 3000 يهودي، علماؤهم جاءوا وناظروا بحر العلوم. بحر العلوم أولا أقام عليهم الحجة من توراتهم مو من قرآننا، وثانيا وعظهم ونصحهم، كلمات مذكورة، وعظهم، خوفهم من الآخرة، خوفهم من النار، ذكرهم بيوم القيامة. جماعة من هؤلاء اهتدوا، وفي كتاب المواهب السنية، راجعوا هذا الكتاب، يقول الآن من أولاد أولئك الذين أسلموا عندنا جماعة من صلحاء هذا الزمان. أولاد أولئك أصبحوا من الصلحاء. هذه الحركة حركة التبشير، حركة الدعوة إلى الله تعالى. الأمر الثاني أن التعامل مع الشركات، مع الأفراد الذين يعتبر التعامل معهم مساعدة للدولة اليهودية، هذا حرام، يعني هذا من المحرمات الشرعية. العلماء راجعوا فتاواهم يفتون بذلك. الآن اليهود في العالم سيطروا على الإعلام، على التجارة، على السياسة. كثير من الشركات الموجودة في البلاد الإسلامية، هذه الشركات تعتبر من أركان الدولة اليهودية، يعني هذه الدولة اليهودية قائمة ضمن ما قامت عليه على مجموعة من الشركات الضخمة، وهذه الشركات موجودة في بلادنا. عندما واحد يذهب إلى هذه الشركة ويشتري منها ثوبا أو طعاما، هذا الثمن الذي يدفعه يتحول إلى رصاصة تقتل مسلما، هذا جائز من الناحية الشرعية. إحدى هذه الشركات اللي الآن موجودة في بلادنا، الآن موجودة ولكنها غير معروفة، تدعم هذه الدولة اليهودية ب1,000,000,000 دولار سنوي. راجعوا كتاب الإمبراطورية التجارية، كاتب تفصيل هاي الشركة اللي احنا مع الأسف نذهب ونشتري منها ونتعامل معها. هذا أيضا شيء يجب علينا أن نلتفت إليه.